إن القرار الأوروبي لا يساهم بعقد المؤتمر الدولي في جنيف لحل الأزمة في سوريا. وأكد ديمتري بيسكوف الناطق باسم الرئيس الروسي أن الخطوات الغربية الأخيرة تجاه سوريا وزيارة السيناتور الأمريكي جون ماكين لمناطق في سوريا لا يمكن تفهمها. من جهته أعلن سيرغي ريابكوف نائب وزير الخارجية الروسي عن خيبة أمل بلاده بالقرار الأوروبي، معتبرا أنه انعكاس للمعايير المزدوجة، كما أنه يعارض الاتفاقية الدولية الخاصة بتجارة الأسلحة شكلا ومضمونا. وأضاف ريابكوف أن توريدات منظومات الدفاع الجوي S-300 إلى سوريا يمثل عامل استقرار يردع بعض الرؤوس الساخنة من دراسة سيناريو تدويل النزاع بمشاركة القوى الخارجية التي لا تعارض هذه الفكرة، مشددا على أن موسكو لا تنوي إعادة النظر في موقفها بهذا الشأن. من جهة ثانية، أشار نائب وزير الخارجية الروسي غينادي غاتيلوف إلى أن مجلس الأمن الدولي لا يجري اجتماعات خاصة بشأن الخطط الرامية لعقد المؤتمر الدولي حول سوريا، فضلا عن أنه لا ينظر في أي مشاريع قرارات حول هذا الموضوع، ولا تتخذ في مجلس الأمن أي خطوات متعلقة بإطلاق المؤتمر، ولم يجري تقديم أي مشاريع قرارات من أي من أعضاء المجلس بخصوص هذا الموضوع.